ماذا تقولون يعني فيما يحدث في الدول العربية كامل من أنا لست سياسيا حتى تسألني هذا السؤال، ولا أتدخل في السياسة لا من قريب ولا من بعيد. أنا رجل علم، عندك علم، بارك الله في علمك، عندك علم سلني. بما أنكم علماء علمنا لكم كتم العلم يعني عن الناس، نحن نعلم الناس. ما قولكم إذن فيما يحدث في البلدان العربية من حراك شعبي؟ السياسة والعلم، وأنت تريد مني أن أضيع السياسة والعلم تضيع أنت معي، وبالتالي فنحن لا نتكلم إلا في العلم فقط. يا سيدي عندك سؤال في العلم، في الفقه، في السيرة، دعوني معه، خلك معي أنا. نحن نتكلم في العلم يا بني، عندك سؤال هاته وأبشر بالعلم، وأما السياسة فلأهلها يا ولدي. شكرا لك دكتور وربي يبارك. قل ما عندك، يلا في أمل. شكرا. السياسة والعلم، وأنت تريد مني أن أضيع السياسة والعلم تضيع أنت معي، وبالتالي فنحن لا نتكلم إلا في العلم فقط. يا سيدي عندك سؤال في العلم، في الفقه، في السيرة، دعوني معه، خلك معي أنا. نحن نتكلم في العلم يا بني، عندك سؤال هاته وأبشر بالعلم، وأما السياسة فلأهلها يا ولدي. شكرا لك دكتور وربي يبارك. قل ما عندك، يلا في أمل. شكرا. الله يسلمك شيخنا.